ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وخلينا نبدأ النهاردة أول فقراتنا في استوديو هي ومي. وزي ما قلنا هنتكلم عن تزيين البيت بأعمال يدوية خاصة طبعاً بالكريسماس وأعياد احتفالات عيد الميلاد المجيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. برحب بضيفتي اللي منورانا في الاستوديو النهاردة، أستاذة ميري عيسى، مصممة أعمال يدوية وديكورات. برحب بيكي يا أستاذة ميري. أهلاً بيك، فن طيبين. وحضرتك طيبة. بفكر حضراتكم مشاهدينا ان تليفونات استاذه ميري هتكون على الشاشه، وكمان عنوان الستور لو حابين تاخدوا اي حاجه طبعا من الشغل اللي هتشوفوه النهارده بشكل تفصيلي، هتكون التليفونات موجوده على الشاشه للتواصل مع استاذه ميري بشكل مباشر. برحب بحضرتك يا استاذه ميري مره ثانيه. اهلا بيك. طبعا احنا كان لينا لقاء قبل كده بس المره دي مختلف جدا، وطبعا كله بهجه واحتفالات كريسماس وحاجات وتفاصيل كتيره جدا. الحقيقه مش عارفه ابدا منين، بس خليني يعني في البدايه اعرف من حضرتك ابتديتي ازاي في الفكر ده، او ابتديتي طبعا الكريسماس كده ليه نوعيه خاصه وتفكير تاني غير طبعا الحاجات اللي كنا بنستعرضها زي الورد والحاجات اللي طبعا الخاصه بالزينه العامه، لكن الزينه الخاصه بالكريسماس ليها شكل تاني. نبدأ مع حضرتك، اتعلمتي فين طبعا الأعمال الخاصة بالكريسماس؟ تمام. احنا الأول بنقول ان شغل الهاند ميد دايما بيكون مميز وبيكون صعب، فأنا بدأت الأول في ديكورات البيت، في ديكورات الأفراح، في الكلام ده. فلما بتيجي بقى المناسبة بتاعت الكريسماس ببدأ اللي أنا أفكر أعمل إيه، أطلع بيه بره الشكل التقليدي بتاع الشجرة. أبدأ أجمع الخامات وأبدأ أجمع أفكار وأقعد أتفرج على حاجات كتير جدا، وبعدين اقعد بقى بالخامات بتاعتي كده واقعد اشوف ايه اللي ينفع مع ايه، التجميعه تبقى عامله ازاي، الخامات اللي هستخدمها ازاي. بس هي دي البدايه في شغل الكريسماس كل سنه. طيب انا عايزه اسالك، ازاي حد يقدر يعني يستثمر شغل الكريسماس في مشروع، مش بس فكره ان احنا يعني مجرد ان احنا بنعمل حاجه لينا وللبيت؟ ازاي نقدر نعمل ده؟ احنا عايزين طبعا نوعي كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، لانه في بنات كتير عندها الموهبه دي، وفي سيدات كتير عندها الموهبه دي ونفسها تستثمر يكون عندها مشروع خاص بان هي بتعمل اعمال يدويه للكريسماس. ازاي نقدر ننصحهم؟ تمام. هو دايما زي ما احنا عارفين كل حاجه في اولها بتبقى صعبه. اي حد عايز يبدا مشروع هيبدا الاول يفكر ايه الخامات او ايه الفكره اللي هو هيشتغل فيها، وبعدين يبدا ان هو يجمع الخامات بتاعته، وبعدين يشوف ايه اللي ممكن يعمله يبقى مميز في السوق بحيث ان هو يجذب العملاء ليه. بالظبط كده. فهي دي بدايه اي مشروع. هي لو هتبدا تشتغل في شهر الكريسماس في الموسم ده مثلا، تبدا تشوف ايه حاجه غير اللي في السوق، تبدا تفكر في شغل يكون مش موجود بحيث ان يجذب العميل ليها. يعني انا مثلا بيجي لي ناس بيطلبوا حاجات معينه او بيقولوا لي انت اعملي لنا افكار جديده من اللي متعودين منها عليكي، فدي حاجه بتبسطني انا مثلا شخصيا في الشغل بتاعي. ان هم كل عميل عندي بيبقى متاكد ان القطعه اللي هتوصل له بتبقى عنده هو بس. صحيح. طيب يمكن انا قلت في الانترو كده انه دايما الكريسماس بتاعنا دايما بيجي في دماغنا على طول الشجره، لكن الحقيقه انا شايفه حاجات مبهره جدا ومختلفه كمان جدا في الفكر. انا عايزه اخد كده ركن ركن كده مع حضرتك ونستعرض طبعا الحاجات الاعمال اللي حضرتك عاملاها دي بالتفصيل، يعني دمين. الخامه ايه واتعملت ازاي والفكره نفسها جات لك منين؟ تحبي نبدا منين؟ وكله حلو. ممكن نبدأ بالشجرة اللي هي الهيش اللي هناك ده. تمام. دي طبعا احنا خدنا تفاصيلها كتيرة قوي، دي تفاصيلها كتير وخدت وقت كتير، لان هي الفكرة الاول ازاي اخرج بره اطار الشجرة التقليدية. بالظبط كده. انا كنت عايزة اعمل نفس الشكل العام عامة اللي هو الشكل المخروطي بتاع الشجرة. فالاول نفكر هنعملها بسلك ولا نعملها بكرتون ولا. انا جبت الاول سلك وشكلته، وبعدين حطيت كده فيه جوه ورق مقوى عشان اعرف الزق الهيش او الشجر اللي انا استخدمته عليه. طبعا بيبقى فرع صغير كده لازم بتنسيق معين كده بحيث ان هو يبان الشكل بتاعنا مهندم كده مش عشوائي. بالظبط كده. وابدا بعد كده بدات احط الكور بالوانها المبهجه بقى الاحمر والذهبي والالوان بتاعتنا دي، وفي الوان الكريسماس يعني. وتطلع بالشكل بقى اللي هو والستار بقى اللي في الاخر دي، يعني ليها بهجه كده. طبعا ان هي النجمه عامه في الكريسماس هي اللي هي بتبقى رمز الوعد، رمز الفرح طبعا، ميلاد المجيد طبعا. ف
خدت وقت منك قد ايه؟ انا شايفه تفاصيلها كتير زي ما انت قلتي الريش ده يعني اكيد خد وقت كبير أكتر جدا. اكتر من 4 ساعات عايزه اقول لك. يعني اكتر من 4 ساعات لان احنا بنعمل الشغل في قطع مثلا بتجيبي حاجات جاهزه وبنتي بتبداي تعملي لها اعاده تكوين. انا هنا بعمل من الالف للياء. فهو ده الفرق بين قطعه وقطعه. هنا انا عاملاها من الالف للياء. طب الفكره جات لك ازاي؟ يعني احنا بنتكلم في فكره الشجر. دايما الفكره عندنا ان الكريسماس هو شجره. انت حبيتي تاخدي يعني زاويه مختلفه للشجر. جات لك الفكره ازاي؟ بقعد اتفرج على شغل كتير. بقعد اقرا. بقعد اجرب كمان، بجيب خامات واجرب وتبوظ واجرب تاني واشوف ايه الخامه تنفع مع ايه. ممكن خامات ما تنفعش مع بعض. بالظبط. فالموضوع بيجي بالتجريب الكتير. فدي بصراحه انا جربتها، قلت طب ايه المشكله اما نغير شكل الشجر الخضراء، نطلع بره الفكره خالص يعني. بالظبط كده. هي جت كده يعني، بصي هي الفكره بتيجي كده وانا قاعده بشتغل. يعني العميل لما بيجي لك بيبقى ليه فكر معين، ولا انت دايما اللي بتديله الفكر وانه ناخد الموضوع من زاويه تانية، نبعد عن التفكير التقليدي للاحتفالات بتاعت الكريسماس او الاشكال اللي بنزين بيها دايما الشجر؟ هو دايما العميل لما بيجي لي عندي في المحل مثلا بتاعي بيبقى شايف شغل غير اللي في السوق خالص. فبيبقى جايب فكره بيطلع واخد حاجه تانية خالص غير اللي هو جاي بيها يطلبها. ودي الحاجه اللي تتميز عندنا، ان العميل لما بيجي بيبقى جاي بفكره معينه بيطلع بشغل متاكد ان هو هيبقى عنده في البيت ومميز بيه ومش هيكون مع عند اي حد تاني. ده حقيقي يعني. دايما بنلاقي في الاسواق الشغل الصيني اللي منتشر جدا، احنا بعيدا عن السوق الشغل الصيني تماما وحاجات مميزه جدا يعني بعيدا عنه خالص. طب ناخد حاجه تانية بقى نستعرضها مع حضرتك. في قطعه هنا على شكل جبل، شايفينها اللي فيها الغزاله دي بقى. القطعه دي برضو انا عايزه اقول لك اخذت برضو وقت كتير جدا وايام بقى، دي السبب. يعني انا جبت قطعه فوم، انا عايزه اعمل شكل مجسم وفي الوقت نفسه يكون خفيف، ما تكونش حاجه صخريه تقيله. فجبس مش هينفع، اسمنت مش هينفع، طين مش يعني قعدت افكر ايه الخامه اللي ممكن نشتغل بيها. ده فوم جبته حفرت عليه وشكلته، وبعدين بدات اللي انا طب هنعمل ايه بعد كده؟ الفوم لوحده مش حلو. فجبت مناديل ورق فعلا. يعني الجزء اللي تحت ده فوم وفوقيه مناديل. فعلا مناديل ورق بغير ابيض. بدات اشكل واعمل التجزيعات بتاعه الجبل كده. طب انت خليتيه يعني صلب كده ازاي؟ بالغيره، بعد ما بينشف الغيره الابيض بياخد بياخد الشكل اللي هو الصلب ده شويه. بعدين رشيته بالالوان وبدات بقى اعمل منه تكوين برضو يناسب الكريسماس. طب نكمل الشكل ده، الجزء اللي تحت. التزيين بقى اللي هي اللي حوالين الصخر نفسها دي، او الجزء اللي ده بقى الشجر الاخضر بتاع الكريسماس المعروف، والكور الحمراء الكريم. الكور دي بقى مختلفه جدا. يعني مش زي اللي هي دي اللي هي متعودين عليها شويه اللي هي فيها الجولد والسيلفر. لا دي مختلفه شويه عن دي. برضو بتبقى فوم على فكره وتترش، دي بتبقى فوم برضو. دي انت اصلا اللي عاملاها ولا دي جايه؟ يعني دي لا هي دي انا جايباها جاهزه. بس هي عامه بتبقى كور فوم صغيره وبرضو ممكن تترش، بتدي برضو نفس الشكل الجاهز ده. طب الحاجات دي سهله لاي حد يقدر ينفذها في البيت؟ لان انا عايزه برضو ادي افكار للناس اللي بتشوفنا دلوقتي اللي حابه تشغل ولادها ويعملوا حاجه للكريسماس كده بايديهم. هل ينفع نعمل الحاجات دي؟ بصي هو ينفع، بس في البدايه يبقى صعب. لان اي حد عنده موهبه مع التكرار ومع التدريب ومع الاستمرارية هيعرف. المهم الأساس في الموضوع الموهبة، وإن الإنسان يبقى عنده صبر. عشان خلي بالك شغل الهاند ميد شغل متعب جدا طبعا، بياخد أوقات وأيام. فلو ما فيش صبر وما فيش موهبة وما فيش متطلعة أنا دايما أجدد وأعمل، هزهق وهتعمل قطعة ألاقيها بعد مش هتطلع منك القطعة في لحظتها. المنتج هيطلع ممكن بعد ايام. بالظبط كده. فالموضوع عايز منك تخيل، عايز صبر عشان تعرفي ازاي تطلعي قطعه مميزه. وخلينا ندي لنفسنا برضو وقت يعني. لو بنشغل ولادنا بانه فكره ان احنا تعالوا نعمل مع بعض حاجه للكريسماس، فعملنا الحاجه المره دي مش حلوه قوي، او يعني مش شكلها اللي هو الواو اللي مستنيينه،
نجرب تاني، نعمل السنة الجاية، يعني عادي ندي لنفسنا طول الوقت عشان الصبر زي ما انت بتقولي الحاجة ما بتطلعش شكلها حلو من أول مرة، لازم نجرب مرة والتانية. طب نستعرض معاكي شكل تاني كمان. بص احنا عندنا هنا شكلين السلم بخامتين مختلفين. خطير فكرة السلم نفسها. جميلة قوي. بصي لو تفتكري قبل كده خدنا فكرة السلم كديكور في البيت. صحيح. ممكن كمان نستخدمه في برواز للصور. احنا النهاردة استخدمناه مع في كريسماس في برضو خامات وعناصر الكريسماس وبابا نويل بالأجراس والوردة بتاعت بنت الكونسول والكريز الأحمر والأفرع الخضراء. فقعدت بحيث برضو ان انا ما يبقاش السلم فكرته في الديكور بس. لا انا عايزه امسك بقى تفصيله تفصيله. يعني دلوقتي السلم اللي هو فيه بابا نويل ده ومتعلق وبرباط وكانه نازل خلاص داخل من البيت. يعني دي جذوع شجر. جذوع شجر. بجيب جذوع الشجر وبصنفرها وبرده برشها برده بماده كده الاول، وبعدين بدهنها بغير ابيض عشان تسد المسام. وبعدين ابدا ارشها بقى الالوان، ممكن ابيض مش لازم بني، يعني ممكن ابيض ممكن احمر اخضر زي ما احنا عاملين في الناحيه الثانيه. على حسب ما احنا عايزين اللون. اي حاجه. وابدا بقى اعمل تكوينات بسيطه برده. يعني احنا عملنا انها طبعا في اشكال كتير. بس احنا جبنا شكلين كده حاجه بسيطه بس. والشكل التاني ده خشب. خشب بقى. ده خشب. ده خشب ومدهون برضو باللون الاخضر. ده بقى لاكيه. يعني اذا كان هنا مثلا مدهون سبراي، هنا دهنا بلاكيه. اللاكيه ده اللي هو مديله اللمعه دي شويه. هو اللي مديله اللمعه دي. فبحاول برضو الفكره الواحده تتعمل بكذا خامه. طبعا انا شايفه بقى او حاجه مميزه جدا في شغلك يا استاذه ميري الرقه في او البساطه في الشغل، مش يعني مش حاطين حاجات كتير جدا على السلم. يعني عشان ما يكونش فيه حاجه او ديكور صخب كده شويه. لا تمام. الموضوع رقيق قوي وسمبل جدا. فرع شجر جرس، فالموضوع رقيق جدا. بساطه. ما هو الجمال في ايه؟ حتى في اي في الحياه عامه الجمال في البساطه عامه. دي حقيقه. مش بكتر الخامات، مش بكتر العناصر. يعني فكره الفرع الشجر اللي هو عند بابا نويل ونازل كده ومتشعلق. نازل السلم. ايوه مفيش يعني ابسط من كده. ولادنا كمان بتفرح قوي بالحاجات دي. وحاجه جديده زي برضو الشجره اللي في الارض البيضة دي. لا دي بقى نتكلم عنها بشكل تفصيلي. دي بقى شجره يا جماعه. وواخده شكل تاني خالص بعيدا عن الشجر اللي احنا عارفينه اللي هي الخضره اللي بنفضل نزوقها بالكور وكده. لا مختلفه تماما. اديني بقى تفاصيل الشجره دي يعني بشكل كده واحده واحده معاكي. تمام. احنا الاول بنبدا نجيب عناصر الكريسماس، العصايا والنجمه والكافور والورد وبابا نويل طبعا اساسي. بعد كده جبت الفرع ده فرع بلاستيك، ممكن برضو نلف عليه زي جلد كده، بنلف عليه ممكن يبقى باي خيبه بقى. بشكل يعني الفروع اللي هي طالعه من ده سلك. ده سلك. عشان يبقى ثابت نعرف نحركه. ما هو الخشب عندنا ثابت. الحركه فيه برضو مقيدانه شويه. بالظبط كده. فلكن لو انا عايزه اعمل حركه واعمل تفريعات، فاللي يبقى خامه اللي مطيعه معايا السلك. السلك. تقدري تحركيها زي ما انت عايزه. عملنا بيها الشكل ده وبدات اوزع عناصر الكريسماس بيها. وقدت طلعت شكل جميل برضو وبسيط وجديد. اللي تحت بقى الجزء اللي تحت، يعني احنا خلاص احنا عرفنا انه السلك وحطينا فيه كانها زي الشجره كده ما بنعلق في البيت، وحطينا فيه التزويقات بتاعتنا اللي احنا حابينها. الجزء اللي تحت بقى ده يعني تشرحيه لنا اكتر. دي قاعده انا شاريها جاهزه. دي قاعده تتباع اللي هي ممكن تحط فيها ورده اي ديكور. انا استخدمتها كقاعده للشجره وفيها بابا نويل واقف برضو افرع خضراء في كسر رخام تحت كمان اكن دي ارض. يعني بما ان النجيله في الارض يبقى يعني حاولت اعمل شكل الطبيعه. انا دايما بحب اميل قوي للشغل اللي بيدي للطبيعه. انا حاسه ان احنا ممكن القعده اللي تحت دي حضرتك بتقولي شارياها. بس ممكن نعملها يعني بأي طريقة في البيت. الموضوع سهل، ممكن نجيب أي حاجة عندنا فاضية. زي الفوم، زي القطعة بتاعت الفوم بالظبط كده. لا احنا ممكن نشكل يعني مثلا ممكن نجيب قماش ونحطه في جبس وأسمنت وغيره. وأنا كنت بعمل الحاجات دي الأول، ما كنتش بشتري قعدات جاهزة على فكرة. يعني بس عشان ضيق الوقت والطلبات في الكريسماس بتبقى كتير، فممكن فكنت بجيب قماش وبجيب خامات كده بشكل القطعة نفسها واسيبها تنشف. بتاخد ايام بقى. وارشها والونها وابدا اشتغل بقى على حاجات عليها. يعني نقدر نعمل بكل تفصيله منها كمان. احنا في البيت نقدر نعملها. طبعا يبقى احسن كمان. ايوه.
طب ايه كمان معانا ممكن نستعرض اللي هي اللي في النص دي؟ اه دي برضو ده بيبقى جميلة. ده سلك حديد برضو بخوص. انا عملت زي ده المفروض نحط فيه ورد عادي. انا استخدمته برضو في الكريسماس في ان احنا نحط بابا نويل وبرضو عناصر الكريسماس معانا. بالظبط لو عندنا اي حاجه في البيت شبه كده وحطينا بس يعني بابا نويل في النص خلاص احنا كده ادينا اجواء احتفاليه مبهره جدا وجميله يعني معانا كانها فعلا حاجه جديده نزين يعني ممكن حاجات عندنا في البيت نعيد تدويرها تاني. مش لازم اشتري حاجه جديده ممكن نستغل الحاجات اللي عندنا بطريقه تبين بهجه الكريسماس بقى والعناصر بتاعته الجميله وكده. طب انا عايزه اتكلم معاكي كمان فكره التزيين البيت. بنيجي نعمل ايه احنا في الشقه كده اول ما نحط الشجره وكده نحط كله في جنب واحد او الشجره بالتزويقات بتاعتها بالمخدات بالحاجات اللي من تحت كده فعايزين نخلي البيت كله يعني طول ما احنا ماشيين في البيت نحس انه لا في كل حته حاسين باجواء الكريسماس واحتفالات الميلاد ازاي نقدر نعمل كده؟ تمام هنمسك ركن ركن هننزل مثلا في السفره هنجيب فيه كده بيبقى مفرش بسيط صغير كده ممكن نحطه تمام. على السفرة بيبقى مرسوم عليه رسومات الكريسماس ممكن برضو نجيب فرع أخضر نحطه ونوزع فيه الكور الكريسماس ده دي بتبقى حلوة قوي وحاجة بسيطة جدا على ترابيزة السفرة مثلا. الأنتري نفس الفكرة هنحط الشجرة في الركنة جنب الكرسي تمام. هنبدأ بقى ان احنا نزوق الشجرة او القطعة اللي احنا شارينها او اللي احنا عاملينها يعني في كل قطعه مكان في البيت لا بنوزع بنشوف ايه اللي على الحيطه مثلا يعني اه لا مثلاً دي بقى دي ممكن كمان على باب الشقه على باب يعني الشقه كمان اهو عشان بس انا خايفه اوقعها مني أو. يعني ممكن نحطها دي على باب الشقه جميله قوي يعني دي كلها اجواء كريسماس خلاص يعني ولادنا عارفوا خلاص احنا كده كده خلاص الكريسماس بتاعنا ابتدى. ده برضو جذع شجره اخدته برضو صنفرته وظبطته بحيث ان هو يصلح ان هو يستخدم وبدات برضو استخدم العناصر بتاعه الكريسماس فيه رقيق قوي هو بس جذع الشجره والتزويق بقى بتاعنا بقى طب الحاجات دي في اللي انت عاملاها ولا لا دي شاريها انا برضو بس برضو ممكن نعملها تتعمل. في البيت هي ممكن تتعمل هو زي ما قلت لك هو انا بعمل الحاجات دي بس ساعات لضيق الوقت فساعات بستعين بحاجات جاهزه اعمل منها التكوين بالظبط كده يعني لو ما عندناش الوقت الكافي ممكن يعني يكون عندنا السرعه في ان احنا نجيب الحاجه جاهزه تمام بس احنا بنقول طبعا مع الاسعار اللي هي موجوده دلوقتي ان احنا ممكن نعمل كل حاجه في البيت بمساعده ولادنا كمان وفرحتهم للكريسماس. طب دي خدت منك وقت قد ايه؟ دي ما فيش هي دي بالظبط بساعتين كده ولا حاجه ان هي بس في اللي هي اللزق والتعليقات الصنفره وعلى ما وتنشف وبعد كده ادهنها ومكاسبها تنشف تاني وبعد كده ابدا احط التكوينات دي. طب احنا ما قلناش الشجره دي خدت منك وقت قد ايه؟ اللي هي يعني اللي تحت؟ اللي تحت يعني انا حاسه ان هي عشان افرع السلك دي واخده برضو من 3 لـ4 ساعات برضو دي من 3 هي اكتر حاجه او اكتر وقت خد منك وقت اللي هي اللي هي فيها الجبل اللي فيها الجبل عشان خدت وقت دي عشان ده يومين عشان تنشف ما هي في الغيره الابيض على ما ينشف والمناديل تمسك نفسها وكده فدي اكتر وقت خدت فيها. طب انا عايزه اتكلم معاكي كمان فكره الصعوبات اللي واجهتك بالنسبه للكريسماس يعني هل في البدايه ابتديتي تعملي حاجات ما كانتش عاجباكي لا دي قديمه ما فيش اي ابتكار فيها طبعا من اللي حواليكي او بتسمعي تعليقات من اللي حواليكي لا احنا عايزين حاجات جديده لا دي ما فيهاش اي حاجه جديده فلا انا ابتديت اتخطى المرحله دي وواجهتي صعوباتك ان انت لا انا هحاول وهحاول لحد ما اوصل اللي انا عاوزاه؟ طبعا هو في بدايه اي شغل وزي ما قلنا في شغل الهاند ميد بالذات غير شغل المصنع يعني احنا المصنع بيون آلة بتنتج ألافات وملايين القطع شغل الهاند ميد طبعا صعوبته ان لازم تجددي طبعا وفي صعوبات كتير اختيار الخامة توليف الخامات مع بعض الوقت بياخد وقت اكتر من المكنة طبعا ممكن حاجات طارئة بتظهر لنا اثناء العمل يعني ممكن اكون جايبة خامات تخلص في النص ممكن انزل اشتريها تاني تكون خلصت لازم احنا نقدر نواجه كل الصعوبات دي بصبر وبهدوء عشان نطلع منتج بحب ومنتج مميز لازم ان انا اطور نفسي كل شويه ما ابقاش ثابته على حاجه والا انا هبقى خلاص ما لو سبت على الخط بتاعي كده ما كل مره هعمل نفس الشكل
بالظبط كده. وكل مره الناس بتبقى محتاجه حاجات جديده، عايزه اشكال مختلفه، اشكال مميزه عن السنه تمام. اللي قبلها، عشان تحس باختلاف يعني. اختلاف، ما هو بالزبط. لو العميل جالي عندي وشاف ان كل مره نفس الشغل متكرر، ما هو خلاص ما جاب مره. لكن هو عارف صح. ان كل مره هيجي هيلاقي فكره جديده. طب احنا احنا اتكلمنا عن التوقيتات اللي بتاخدها طبعا الاعمال اللي انت بتقومي بيها دي. فكره انه زي ما قلت لو ام وبنتها وولادها في البيت يعني عايزين يبداوا يعملوا حاجات للكريسماس، يبداوا من امتى؟ على حسب الخامات اللي عندها في البيت. هل هي عندها حاجات في البيت قبلها مثلا من اول شهر 12؟ احنا عارفين من اول شهر 12 بيبقى دايما ان هو اجواء الكريسماس خلاص، اول ما بيبدا بقى طبعا لسه هتنزل تشتري، تنزل تشتري بقى قبل شهر 12 بحيث ان هي تجمع الخامات اللي هي هتشتغل بيها. يعني نبدا فكره اول ما نبدا شهر 12 الخامات بقى نشوف احنا عايزين الخامات. نعمل ايه؟ طب الخامات موجوده في السوق بشكل كبير ولا بنقعد نلف عليها؟ بنلف كتير. لا الخامات متلف كتير جدا عليها لو حضرتك عايزه خامه مميزه. طبعا هو السوق مليان مليان خامات كتير جدا، بس لو عايزه تعملي شغل مميز ومش متكرر ده محتاج لف كتير جدا طبعا. كتير جدا. طب انا عايزه اسالك عن او تقدم لنا شويه نصايح كده لكل السيدات اللي بيسمعونا دلوقتي. زي ما قلت بيبقى في ناس كتير عندها فكر لمشروع ومش عارفه تبدا في تنفيذه، او نقول نصايح بشكل عام لحد نفسه يعمل حاجات واشكال في البيت ومش عايز يشتري من بره. نعمل ايه؟ اول حاجه احدد الهدف بتاعي، انا عايزه اعمل ايه، عايزه اشتغل شغل هاند ميد وهبدا اخد فيه خط وسكه اللي انا عايزاه بعد كده يبقى مصدر دخل ليا. يبقى اشوف الاول انا شاطره في ايه او انا موهبتي في ايه، جلد، خرز، خشب، احد بالظبط هشتغل في ايه. ابدا اعمل شغل مميز بحيث ان انا اجذب العميل ليا، شغل غير اللي في السوق. ما هو لو اشتغلت نفس اللي في السوق وشغلت يعني اهم حاجه ست البيت عايزه تعملها عشان تنجح ما تقلدش حاجه في السوق. ان هي تطلع بروحها هي، بفكرها هي، بهويتها هي، من حيث اللي دايما انا بتمناه مثلا في شغلي، وده اللي الحمد لله بقى يحصل دلوقتي، ان لما بكون في مناسبه عامله فيها ديكور او عامله اي شغل بيتقال لي ده الشغل ده بتاع عميل. فهو ده المفروض كل حد يبقى عايز يوصل لكده، شغلك بقى مميز. اللي هو نظرتك لو انت داخله المكان تقولي ده من عند ميري مثلا. هي دي اول نقطه. النقطه الثانيه يبقى زي ما قلنا الصبر، لان ممكن تظهر معوقات في السكه، ممكن تبقى طبعا. في احباطات، ممكن حد يقولك لا خلاص بقى امشي، لا استني، ما تكمليش، شفتي تعرقلتي ازاي، ما خسرتي كتير ازاي. فلازم يبقى عندنا صبر وطبعا وايمان كده، وربنا يساعدنا ان احنا لا احنا عايزين نكمل وعايزين نمشي في السكه دي. بس فدي اهم حاجه. طب التسويق يا استاذه ميري، يعني كمان نتكلم عن السوشيال ميديا، هل بيكون ليها دور في التسويق؟ يعني لو حد ابتدى يعمل اشكال كده وابتدت تعرض على بشكل شخصي على البروفايل الشخصي بتاعها في الفيسبوك مثلا، تمام، فده بيساعدها ان هي تقدم حاجتها للناس؟ ايوه، انا مثلا عامله صفحه في على الفيسبوك ارت هوم، ودي انا بنزل عليها صور الشغل بتاعي وبعمل اعلانات مموله، بنزل الشغل على طول بصوره بكذا اتجاه بكذا طريقه، بحاول انا اعرض شغلي دايما على الصفحه علشان اوصل للعملاء. طبعا يعني احنا الاول بنبدا بالقرايب والاصحاب والمعارف والناس اللي حوالينا، طب انا عايزه اوصل لناس ابعد. فطبعا طبعا الفيسبوك عندي ليه دور كبير في توزيع الشغل طبعا. يبقى دي نقدمها برضو من النصايح اللي حضرتك قلتيها، انه لو حد عمل شكل معين بسيط جدا وحس ان هو عايز يكمل او مش عارف اكمل ولا لا، ده حلو ولا وحش، اكيد بشكل بسيط جدا يعرضه على السوشيال ميديا، واكيد هيسمع كومنتات يعني هيسمع تعليقات، ومن ضمن التعليقات اكيد هيكون في تعليقات ايجابيه يعني. تمام. ده بيشجع اكتر. بيشجع اكتر. وانا دايما كمان براعي عشان يبقى في مصداقيه ان كل فتره بنزل اراء العملاء اللي خدت مني الشغل. ده مهم جدا. دي مهمه جدا بالتصوير بتاع الحاجه بالاراء بتاعتهم، لان ممكن حد يقول لك ما انت واخده الشغل ده من على ما انت شارياه وحطاه. فدي من الحاجات المهمه جدا، وعشان مصداقيه في الشغل ان كل فتره على الفيسبوك على الصفحه بتاعتك اللي بتنزلي عليها الشغل
يبقى في تنزيل لاراء الناس حقيقي. للشغل بتاعك لما اخدوه اتبسطوا ازاي، رضوا عنه بنسبه قد ايه. ما انا من ضمن الحاجات اللي قلتها كمان الكومنتات اكيد هيجي يعني تعليق هيعجبك، حاجه أيوة. هتشجعك، هتخليكي تكملي ان انت حقيقي شغلك حلو ممكن تقدري تكملي. واكيد البدايات استاذه ميري بالنسبه لك برضو كانت يعني فيها شويه من الصعوبات والمعوقات، اكيد قدرتي تواجهيها بان انت تكملي وتوصلي للمجهود الرائع ده. تمام. هي طبعا اي بدايه هي دايما البدايه هي بتبقى صعبه، بعد كده بيبقى الدنيا سهله. اول في اي مشروع اول سنه او اول سنتين بيبقى صعب جدا. صعب اللي انت ازاي بتنفذي الفكره، صعب اللي انت ازاي توصلي للعميل، انك تستمري. الاستمراريه ما هو لا التجديد. المنافسه، يعني زي ما قلنا ما نشغلش نفسنا بحد في السوق، بالمنافس اللي في السوق. اشغل نفسي بشغلي وبحاجتي واطور نفسي ازاي عشان دايما يبقى انا عندي في الاستمراريه مطلوب منها التجديد والتطوير والتجويد والخامات اللي ما تبقاش منتشره قوي في السوق. وزي ما قلتي ما نزهقش، يعني عملنا حاجه ما طلعتش حلوه لا نستنى، نستحمل ونستنى ونصبر، لان شغل الهاند ميد بالذات بيتعمل بحب. دي حقيقه. لما العميل بيجي ياخد قطعه انا ساعات ببقى مش عايزه ابيعها. انت حباها قوي، يعني ساعات عملتيها بكل حاجه عندك جدا بحب وتعب. فببقى عايزه اللي ياخدها يبقى قد ايه مقدر ان شغل هاند ميد فيه تعب طبعا وفي حب وفي مجهود. ان انا بحاول اعمل لك شغل ليك شخصيا مميز، مش مكنه مطلعه ملايين القطع. صحيح. طب اخر حاجه قبل ما نختم، زي ما قلنا نصايح كده لكل السيدات اللي عايزه تستثمر في مشروع معين، لكل السيدات اللي هي عايزه تفرح ولادها في البيت وتعمل لهم اشكال بسيطه جدا بامكانيات بسيطه جدا، مش عايزين نكلف او في الظروف اللي احنا فيها دي مش قادرين ننزل ونشتري خامات جديده، فنقدر نعمل باقل حاجه عندنا في البيت ايه او نطلع ايه؟ تمام. اي قطعه من دي مثلا، يعني لو هناخد قطعه زي دي، انا مش هعرف اجيب جذع شجره اللي هي اللي جنبي، الجذع الشجر اللي جنبي هجيب ماسوره. لو عندي ماسوره ميه قديمه في البيت، لو عندي اي خرطوم اي حاجه هجيبه هلونه، ممكن الف عليه بقى قماش، الف عليه ورد، وهعمل بنفس الفكره هروح جايبه الفرع الاخضر ده وابدا احط عليه العناصر بتاعت الكريسماس اللي عندي. يعني مش لازم جذع شجره، ماسوره، عصاية، اي حاجه، مقشه مكسوره، حاجه مقشه مكسوره يعني دي بنكون عندنا اكيد برضو. ايوه. فبرضو احنا نسهل على نفسينا، يعني هي زي ما قلت حضرتك هو الفكره كلها ازاي الخامه اللي ما تجيش في بال حد دي تعمل منها كده تخلي الناس تستغرب، دي يطلع منها دي. هي دي الفكره. هي كمان احنا ممكن الجذع الشجر اللي هو الاخضر ده ممكن نستبدله بالزينه اللي هي اللي بتبقى عندنا في البيت دي العاديه جدا، يعني ممكن نعمل اي حاجه، بس نحط مثلا كوره، نحط بابا نويل، ستار، نجمه. أيوة. باين ان احنا في الكريسماس جدا يعني. أيوة. كده هو الشكل الواحد بيبقى يعني ممكن دي يتعمل منها مليون شكل. دي حقيقه. احنا عملنا حاجه بسيطه، اخذنا الغزاله مع النجوم، ممكن احط بابا نويل مع كور، ممكن حاجه يعني ليها افكار تانية كتير. حقيقي الحقيقه الشغل كله رائع، وزي ما قلت بسيط جدا يعني بابسط الحاجات، ومش حاطين في كل زحمه زي ما بتقولي كده بالظبط. أيوة. زحمه لا، الموضوع رقيق جدا بسيط جدا، فطالع بشكل مبهج قوي. أيوة. انا بشكرك جدا حقيقي، نورتينا وبجد تسلم ايدك، حاجات اكتر من رائعه. بشكرك جدا استاذه ميري عيسى، مصممه اعمال يدويه وديكورات، بشكرك جدا. شكرا. وكل ليك. سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه. نورتينا. شكرا ليك. شكرا. مشاهدينا بشكركم جدا، وفقرتنا انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع ركن المطبخ. ومعانا النهارده الشيف انجي ناجي هتعمل لنا اكلات مميزه جدا، خليكم معانا.